بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله جبت واحد الراس محمر في الفران، راه كيجي زوين وكيجي لذيذ، كنتمنى يعجبكم. وقريب العيد ان شاء الله، عيد الكبير، عيد الأضحى، عواشركم مبروكة، الله يدخل عليكم هاد العواشر بالصحة والسلامة والهنا وراحة البال يا ربي. انتوما وليداتكم وعائلتكم الصغيرة والكبيرة ان شاء الله يا ربي وطولة العمر، غير جربوا هاد الطريقة ديال هاد الراس، راه كتجي واعرة واعرة واعرة، ما نقولش لكم. بسم الله على بركة الله. دابا غندوزو للمقادير. عندي هنا الراس، عندي هنا ثلاثة البصلات، تقدروا ديرو كتر، الملحه، الكمون، وعندي هنا الزيت، زيت المائده، تقدروا ديروا الزبده. انا هادشي اللي كندير في الراس في الفران. الا بغيتوا ديروا قزبور حبوب ديروه. بسم الله، عندي هنا هذا الراس، راه غسلته ونقيته مزيان، شفتو راه ما بقى فيه والو، وتا ودنيه راه قطعتهم وغسلتهم من الداخل، وراه حيدت ليه كاع داكشي اللي كيكون داخل هنا. وهاد الثقبه راه ثقبتها باش ما تكونش فيها شي حاجه، تا خرجت لهنا دوزت منها الماء. ها هو دابا هذا راه مغسول ونقي وغسلته بالخل والماء والملحه، شفتو تبارك الله. الراس راه كيبغي يتغسل مزيان 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 مزيان، الا ما تغسلش راه ما كاين والو. بسم الله. وبالنسبه لهاد البصله والزيت والكمون والملحه، غير باش يحيدوا داك الجهد تاع الراس. دابا غنشلط هاد البصله، غنشلط غير وحده بحال هكا، غير باش تحيد ديك الزفوريه ديال الراس. بسم الله، غنقطعها بحال هكا، ما عرفتش كتبان لكم ولا لا، غير باش تحيد لينا ديك الزفوريه. كنزيدو عليها الملحه، الملحه غير شويه، راه غسلتو بالملحه، ومن بعد راه غادي نحطو الملحه والكمون. هادو دابا غير باش نشرملوه، وغندير شويه ديال الزيت غير شويه، وغنحك هاد الكمون والبصله والملحه. تقدروا نتوما ديروا اللي يعجبكم، ديروا قزبور حبوب، نتوما اللي كيبغيها، ولكن الراس راه كيجي معاه غير هذا الشيء، الملحه والكمون والبصله. وإلا غنديروه في البرمه، راه كنديروا البصله غير في البرمه، ما كنديروها كاع في الراس، ما كنشرملوها كاع، ما كنشرملو كاع بها الراس. غنشرملوه مزيان بهاد الكمون والملحه والبصله باش يحيد لينا داك الزفر اللي كيكون ديال الراس. غنزيد شويه الكمون على هاد البصله باش نشرمل هاد الجهه الاخرى، ندخلوه في هاد العظام هنا، راه تقابتو وغسلتو مزيان. ها هي البصله فين خرجت. الراس كيبغي الغسيل مزيان كتر من اللحم والدجاج، الا ما تغسلش مزيان راه ما فيه ما يتكل. هادو الناس اللي كياكلوا الراس، والاكثريه راه ما كياكلوهش. دابا غنجيب واحد اللاطه اللي كتدخل الفران. بسم الله، وغتشوفوا درت الملحه والكمون والبصله، كثرتها على العظام وقلت لكم نشرملهم. المهم يحيد لينا ديك الريحه ديال الراس، راه ما غرضناش في اللحم باش نشرملوه، غداك البخار ديال البصله يرجع على اللحم. وغندير فيها واحد طبق الومنيوم، غنسرحو بحال هكا، وغندير عليه هاد الكاريت،
ديال الزبده وغندير عليها البصله. هاد البصله باش تحيد لينا داك المذاق ديال داك الزفوريه ديال الراس. نديرها بحال هكا، نديروها غليظه باش ما تحرقش. راه طيب وذوب، المهم تحيد لينا ديك راه غيهود ليها داك المرق ديال الراس. عندي شويه ديال الزيت، غير شويه على بصله. دابا غنجيب هذا الراس غندير ليه بحال هكا، نوقفو وراه تقدروا تفرشوا اي خضره كتعجبكم، بطاطا ولا خيزو ولا تفرشوها من التحت، راه كطيب في ديك المريقه ديال الراس. ها هو دابا ملي جمعتو درت ليه واحد الخيط، غنجمعو بهذا الخيط بحال هكا باش ما يتحلش لينا. وغندير هاد البصله تحت منه وغنجمع عليه هاد الكاغيط بحال هكا، ونجمع عليه هاد الاخر. غنجيب واحد اخر باش نغطيه بحال هكا، يغطى ليا مزيان باش يطيب. وغندور عليه هاد لاخر، ها هو دابا من بعد ما غطيتو غندخلو الفران وملي يطيب ان شاء الله نرجع معاكم. دابا جبت هذا الطبق فاش ندير الراس من بعد ما طاب، ها هو الراس. بسم الله تبارك الله، كيتيبان راه كيبان محمر واللحم فرق على العظام. شفتوا تبارك الله راه طاب وتحمر مزيان، شوفوا انا درته في هذا الطبق ديال التقديم. وهي الملحه والكمون، وغنقطع واحد الحبه ديال مطيشه، وغنزيد هاد البصله راه طابت اللي كانت تحت من الراس، راه طابت ودابت تبارك الله وتعسلات جات غزاله ما شاء الله. غنزيدها هنا في الجناب، تبارك الله الحبه البصله راه طابت تبارك الله ودابت، راه دابت. راه غير جربوا هذه الطريقه في العيد وردوا عليا الخبر في التعاليق ديالكم. الا جربتوا هذه الطريقه راه ما غاديش تستغناو عليها. شفتوا تبارك الله اللحم، ها شفتوا اللحم راه طاب، شفتوا
ها هو الطبق ديالي ديال اللحم الراس، نديروه في عيد الكبير ان شاء الله الى بقينا في الحياه. شوف تبارك الله شحال جا زوين وطايب، شفتوا اللحم. درت هنا شويه ديال المطيشه، الكامون، شويه الكامون، شويه الملحه، وهنا زوقته بشويه ديال المطيشه. وكنتمنى يعجبكم، ديروا لي جيم، تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. فضلا وليس امرا، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخليو ليا، والناس الجداد اللي تخلو عندي مرحبا بكم 100000 مرحبا. الناس القدام الدار داركم، والهلا يخطيكم عليا، وشكرا لكم بزاف. ومره ثانيه عواشركم مبروكه، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله باش ما تمنيتوا. يا ربي، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.